يا رب نشكرك يا رب لأنك إله حي، لأنك إله عظيم يا رب من مثلك يا رب. يا رب نشكرك لأنك النهاردة بتصنع مائدة يا رب النهاردة لشعبك، النهاردة تفتح يدك فتشبع كل حي رضا. النهاردة يا رب تأتي بزيارة خاصة، ملء الذي يملأ الكل في الكل، ملء يا رب الروح القدس النهاردة علينا وعلى الشعب وعلى الكنيسة وعلى الفريق يا رب، وعلى كل كلمة يا رب تكون يا رب من عندك أنت. يا رب استخدم الفريق يا رب، قوة وتشجيع وبركة لحياتهم يا رب. بارك يا رب حياتهم، بارك بيتهم، بارك يا رب تضحياتهم، تكون يا رب رائحة بخور ذكية أمامك يا رب. في اسم المسيح بنصلي، آمين. بقدم لكم فريق الخبر السار، بنرحب بيهم، يا ريت نرحب بيهم، ربنا يبارككم. مساء الخير. احنا مبسوطين جدا ان احنا نكون موجودين في وسطكم النهارده، ونفسنا الوقت اللي جاي مش بس نكون احنا اللي بنرنم ترانيم، لكن نفسنا كجسد المسيح نكون كلنا بنتحد ونسبح وندي ليسوع المجد في وسطينا، امين. تعالوا نقف مع بعض نبتدي الوقت بتاعنا، هنقول ترانيم كلنا عارفينها. تعالوا نصلي مع بعض الكلمات اللي جايه، نقول له يسوع انت عظيم، عظيم يا الله، عظيم في محبتك، عظيم في أمانتك، عظيم في تحريرك، عظيم أيضا في شفائك، عظيم في كل الأمور بتصنعها في حياتنا. تعالوا وإحنا بنسبح ربنا، تعالنا نفسي إنه كل حد فينا ينسى اللي جنبه، والوقت القليل اللي جاي نديله التسبيح اللي هو يستحقه. يمكن اسم يسوع بيتهان في أماكن كتير قوي في العالم، لكن هو حقه في وسط شعبه وفي وسط كنيسته انه يكون شعبه بديله المجد، لانه وحده مستحق كل المجد، امين. تعالوا نتحد مع بعض ونصلي الترنيمه اللي جايه. عظيم يا الله.
يسوع حمل المذبوح. أنت الحامل المذبوح الجالس عن يمين الآب، لك المجد والسلطان يسوع. يسوع الفريق يعلن، لكن عايزين كنيسة تعلن هو الله. أمين؟ نعمل كده مع بعض؟ قولوها معانا. هو الله. احنا مش هنقول هو الله. يسوع المسيح.
أيها القدوس يا رب الحياة. أيها القدوس يا رب الحياة، مستحق تحنى لك الجبال وتسبح اسمك كل الشفاء. أيها الرب الإله، أيها القدوس يا رب الحياة، مستحق أن تحنى لك الجبال وتسبح اسمك كل الشفاء. علوت جدا علوت جدا أيها
الوجود فإنك عظيم دون ما حدود. لا تقف أمامك يا رب، لا تقف أمامك على السدود. علوت وحدك لك كل السجود. حد عارف عنوان اليوم النهارده ايه؟ برافو، مكتوبه ولا ايه؟ طيب لا اعرفه. الايه دي في فيليبي 3:10، لا اعرفه قوه قيامته وشركه الامه متشبها بموته. احنا جايين النهارده عشان نتكلم عن كلمه واحده، لا أعرفه. في ثلاث أنواع من الشخصيات في الحياة المسيحية. أول نوع، واحد برا الحضور. تاني نوع، واحد يشاور الحضور. وثالث نوع، واحد في الحضور الله. أول نوع عارفينه، مش عاوزين نتكلم عنه كتير لأنه معروف، حد برا حضور ربنا. تاني نوع، واحد بيشاور على الحضور، يقول نزل حلوين الاجتماع ده في حضور ربنا، بيقولوا أنا مش عارف مين اللي بيقولوا، بس بيقولوا إن هناك في حاجة حلوة، بيقولوا إن دول بيعملوا ويشاور. يمكن لما بيشاور احنا بيتهيأ لنا انه في الحضور، بس هو مش في حضور ربنا. والنوع الثالث اللي جايين نتكلم عنه النهاردة في الحضور، في حضور ربنا. بولس لما اتكلم وقال حسبت كل الاشياء خسارة لأجل معرفة، لا أعرفه، مش لا أعرف عنه، مش أشاور عليه، أنا أعرفه هو، أنا يكون بيني وبينه علاقة. النهاردة جايين نتكلم عن قيامة المسيح، النهاردة جايين نتكلم عن المسيح. بس مين هو المسيح؟ عاوز تبقى من الشخصيتين الأولانيين؟ هل أنت من الأولاني خالص؟ أنت بره الحضور الإلهي؟ هل انت بس الدور في الحياة، مش عاوز ازودها في الكلام، بس مؤدي؟ ولا انا عايش في الحضور، انا مخموس في حضور ربنا؟ كلام كبير شوية، مش القضية، بس كان مصطلحات كبيرة بسبب ان احنا ما نفهمهاش بنبعد عنها. يعني
أنا مالي ومال الحضور ومحضور، بس الله أبسط من ما أنت تتخيل. أنت لو جواك ذرة أمانة واحدة الآن تقول له أنا عايز أعرفك الآن، هو ما بيهزر، بس إحنا اللي بنهزر. جرب ما تهزرش وقول له أنا عاوز أعرفك. يمكن ما وصلش للحتة بتاعت أحسب كل أشياء نفاية وعيش بولس على الأرض، بس أطلب الطلبة دي، أنا عايز أعرفك النهاردة. الناس دي بتحب تتكلم عن المسيح وجاية من آخر الدنيا وكانت في العراق والأردن، مش موضوعنا، بس الهدف بتاع النهاردة إن إحنا نطلع في مقابلة معاه عارفينه. لما تعرفه بجد هتعرف تبص على الأمور رخيصة، تعرف تستقل قيمتها في عينيك. أمين. خلينا في الترانيم اللي جاية وإحنا بنسبح له وإحنا بنقول له إن أنت عملت معانا مبادلة إلهية، أنت خدت مكاننا وديتنا مكانك. مين عملت ده ليه؟ أنت إيه وأنا إيه؟ خلينا نحط كل واحد في مكانه المظبوط، وخد اللي ليك من ربنا ومد ايديك، هو مش هرجعك فاضي. بس لو ما كانش عندك أمانة انك تطلب معرفة الرب النهاردة هتبسط، وانت خارج اوعدك هتبسط، بس زي ما دخلت زي ما طلعت. مين؟ ربنا يبارككم. رب الوجود
تسبح وانت جاي تتقابل مع ربنا، ما تجيش بايدك فاضيه، ما تجيش بايدك فاضيه. الكلام ده ايه معناه؟ زمان كان يجوا يقدموا ذبيحه، والله كان دقيق جدا في موضوع الذبيحه ده، كان يتكلم بالتفاصيل، التفاصيل اللي هي ما تهمناش دلوقتي، بس خليك فاكر وخليك عارف كل مرة تلاقي ربنا مصر وبيكرر أمر، ففي أمر وراه. فكان لما يجي يتكلم عن الذبيحة يقول لك ما تجيش تقدم لي العرجة ولا العورة ولا الناقص منها حتة. طب ليه؟ ما هو النار هتاكلها، هتاكلها ليه؟ أنت يرضيك تقدم لي حاجة معيوبة؟ الله بيتكلم بيقول كده. تيجي تقدم لي حاجة ناقصة؟ ليه؟ ليه؟ اللي عملته معاك ناقص، اللي عملته معاك ناقص. تعلم كل مرة وانت جاي الكنيسة، وانت داخل تصلي، ان انت بتقدم أمر. احنا تعودنا ناخد ما نديش. ربنا رب قلوب وعارف ان احنا مليانين ضعف. امين. بس كل مرة هتخش فاضي هتطلع فاضي، كل مرة هتخش بذبيحة. خلينا نتكلم في الصورة الإيجابية. كل مرة هتخش بأمر الله يشم ريحته يتبسط فيفتح السماء، فيتكلم الكتاب يقول كده، فتأتي أوقات الفرج من عند الرب. هتيجي منين دي؟ عشان انت يعني حلو؟ يعني مفيش حد حلو.
تعال بذبيحة، تعال بإكرام لربنا، تعال وصلاتك وتسبيحك أنت مستحق، أنت الملك، أنت السيد، مش أنا، مش أنا. هو هيسدد ده، أمين، هو أمين هيسدد كل طلب، بس تعود تخش عشانه، تشاور عليه، أنت مستحق يا رب. تسبيحاتي، كل اللي عندي بتاعك، أنا ماليش فضل فيه، أنت تستحق. وفكر نفسك وامسك نفسك وهي رايحة تجري ورا الاحتياج، وهي رايحة تجري ورا الطربة الشخصية، قول الحق، لا لا لا، دي مش وقتك انت دلوقتي، مش وقتك. اوعي تبقي الذبيحة الناقصة، انا هقدم ذبيحة كاملة للرب. تعالوا في الكام ترنيمة اللي جاية دي نقول له انت مستحق، خلي قلبنا شاور انت مستحق. امين. عايزين حضورك يملى عنينا، عايزين مجدك يملى عنينا يا رب. تعالى يا رب، تعالى بحضور جديد يا رب، بحضور مجيد من عندك يملى عنين يا رب كل شخص في هذا المكان. ابهرنا بحضورك يا رب، ابهرنا بحضورك يرى يسوع يا رب، يرى يسوع في هذا المكان،
فنعين عظمته يا رب، نعين مجده. خلي حضورك يملى عنينا، خلي حضورك يملى عنينا يا يسوع، خلي حضورك يملى عنينا يا يسوع. كمان مرة، خلي حضورك يملى عنينا، خلي حضورك يملى عنينا يا يسوع. أشكرك لأجل يا رب أنه شاكرين ومديونين يا رب لهذه النعمة. وقربك
يسوع قدوس، يسوع شبهك يا قدوس.
حياتي بشبيك يا قدوس، اختن لي قلبي العنيد فهو العائق الوحيد بيني وبين كمالك يا قدوس. أنا نفسي نقف نصلي الكلمات دي مرة تانية. تعالوا نقف مع بعض. وأنا بفكر في كلمات الترنيمة، أنا لن أقدر بعد الآن أن أخفي هذا الإعلان أنك حي في قدوس. يا بختنا بمسيحيتنا، يا بختنا بمسيحنا، يا بختنا بإلهنا اللي بيقبل أنه يسكن في أوانينا الغير مستحق، لكن هو ساكن جوه كل واحد، جوه كل واحد فينا، وعايز يستعلن من خلال كل إناء فينا. عشان كده نفسي تغمض عينك ونفسي نصلي صلوات دي تاني. مريان هستأذنك ممكن تيجي تقولينا في الكلمات دي مرة تانية وهنقول معاكي، لكن نفسي تغمض عينك وتقول له يا رب ده إعلان إنك ساكن فيا، مهما كان شكل إنائي، مهما كانت حالتي، لكن أنت ارتضيت إن روحك يكون ساكن في إنائي ده، وأنا مش هقدر أخفي هذا الإعلان، لكن أنا عايز يسوع يستعلن في إناء الهواندة بمجد. أنا عايز يسوع يرى على حياتي. أنت قدوس، أنت ساكن السماء، أنت خالق السماء والأرض، أنت اللي ليك كل السلطان، أنت الإله القدير، لكن ارتضيت أنك تسكن في إناء الضعيف عشان تظهر وتتمجد ويستعلن يسوع من خلال كل واحد فينا. يا بختنا بإلهنا. تعالي غمض عينك قول أنا بصدق أنك ساكن فيا وهتستعلن الأيام اللي جاية. تعال نقول الكلمة دي تاني مع بعض. أنا لن أقدر بعد الآن أن أخفي هذا الإعلان أنك حي فيا يا قدوس. علمني أسمع صوتك، منيتي ربي وشهوتي، منيتي ربي وشهوتي أن تتغير صورتي لأحيا حياتي بشبهك يا قدوس. اختن لي قلبي العنيد، اختن لي قلبي العنيد فهو شهوتي انك تغير قلبي النهارده. منيتي ربي وشهوتي
لما عرفت انه النهارده الخدمه اسمها لاعرفه قعدت افكر هو مين اكتر حد عرف يسوع لما كان موجود على الارض. وبعدين افتكرت شخصيه كلنا عارفينها، افتكرت بطرس. بطرس اللي كان قريب جدا من يسوع، خدم معاه وقت طويل، شاف يسوع هو بيتحرك وهو بيعمل معجزات، شاف يسوع هو بيستخدمهم، صلى معاه. مش بس كده، ده بطرس اختبر معاه حاجات محدش اختبرها. مشي على المية، عدى باختبارات إيمان، حد كان عارف يسوع عن قرب، مش بس الشخصية، لكن يسوع اللي كان بيصنع المعجزات، يسوع الإله المتجسد. لكن كانت صدمة كبيرة جدا لبطرس في نفسه لما بص لقى انه وقت الخطر، وقت الصلب، هو بينكر يسوع. مش مرة ولا مرتين، لكن ثلاث مرات. ونقدر نتخيل مع بعض الإحساس والحالة النفسية اللي كان فيها بعد ما انكر يسوع ثلاث مرات. مش بس احساسه ان هو طلع صغير قوي، مش بس احساسه ان هو خزل يسوع وانكره بعد كل العشره دي وبعد كل الحب ده وبعد كل الاستخدام ده وبعد كل الوقت ده، لكن حتى في عينين الناس اللي حواليه، في عينين التلاميذ، ناس كتير عرفت وشافت. قمه الانكسار. يمكن لما الواحد يقع في خطية أو يقع في مشكلة أو يرتكب حاجة كبيرة لكن بتبقى الدنيا مستورة، بيقدر يترمم ويقوم ويقف. لكن إنجاز التعبير، بطرس اتفضح بكل معنى الكلمة. لكن أنا افتكرت بطرس وحبيت أشارك بيه النهاردة، لأنه اكتشفت أنه في قيامة يسوع اللي احنا بنحتفل بيها الايام دي، بطرس عرف يسوع من منطلق تاني خالص ما كانش شايفه. لأعرفه، عرف بطرس يسوع بعد ما قام من الاموات، وقرر يسوع انه من اوائل الناس اللي يروح ويتكلم معاهم ويتحرك ناحيتهم يكون بطرس عند الجليل عند البحر وهو راجع يصطاد. مش بس كده، ولامم كمان تلاميذ تانيين يصطادوا، مع انه كانوا عارفين انه كانوا لازم ينتظروا يسوع، او كانوا يقعدوا يصلوا او يقعدوا يطلبوا او ينتظروا رب المجد، لكن بطرس ما كانش قادر يعمل كده. انا اعتقد انه لما بطرس شاف يسوع، لما عرف ان هو ده يسوع، ابتدى يتكلم معاه، ابتدى يسوع يقول له
القصة اللي كلنا عارفينها. أتحبني؟ نعم يا رب. ارعى غنمي. أتحبني؟ والمرة الثالثة يسوع بيبص له يقول له بطرس أتحبني؟ فبحس إنه هو يعني مش عارف يقول إيه. فقال له جملة يعني أنا ما بقراها بتموتني، يعني أنت تعرف كل شيء. آه يا رب بحبك، ده أنا كنت أكتر واحد متسرع، أكتر واحد بيدافع عنك، أكتر واحد يقول حشاك يا رب إنك تروح للصليب، لكن أنا خذلتك. وقبل ما أكون خذلتك أنا مخذول في نفسي. أنا مش مصدق إن أنا واقف في الحتة دي النهاردة. ما كنتش أتوقع في روحي إني أكون واقف في المكان ده النهاردة. لكن أتحبني؟ أنت بتسألني يا رب. أنا حتى مش قادر أقول لك تاني بحبك، لأنه أنا ما بقتش مدرك أنا محبتي ليك تساوي قد إيه، أو محبتي ليك قد إيه حقيقية. لكن أنت تعرف كل شيء. أنت عارف ضعفي، أنت عارف إنائي، أنت عارف محدوديتي، أنت عارف الخزي اللي أنا فيه، أنت عارف الفشل، أنت عارف أني أنكرتك. لكن يا يسوع أنت برضو شايف قلبي، وعارف أنه في حتة جوايا بتطلبك كل الوقت، عايزاك كل الوقت، حتى لو كان ضعفي غلبني. أنا بتهيألي أنه بطرس لما يسوع هتكلم معاه ولما كان بيقول له أتحبني، أعتقد أنه يعني أكبر أمنية لي وقتها أنه كان يسوع يسامحه، زي الابن الضال. فاكرين لما قرر يرجع لأبوه قال أنا عايز بس أقول له اقبلني أكون كأجير عندك، لكن هو ما قالش الجملة، لأنه أبوه جه احتضنه بالحب ودخلوا البيت وألبسوا الحلة الأولى ورجعوا لمكانته، مكانة الابن. بطرس مع يسوع أنا متأكدة أنه كان عايز يا رب بس اغفر لي، طلعني من الحتة اللي أنا فيها، سامحني. لكن إلهنا مش كده، إلهنا مش محدود أبدا. إلهنا ده كتير بنفكر أنه هو بيفكر زينا، بيتعامل معانا زي ما احنا بنتعامل مع بعض كبشر. يمكن لما بزعل حد بتوقع انه الحد ده هيعاملني بطريقه مختلفه غير لما الموقف يتصفى، او يمكن هيفضل على طول زعلان لان انا كسرته. واحيانا بنفكر انه الله بيعمل معانا كده، الله بيتعامل معانا، انا كويس فالله يكون كويس، استخدمني، مسحني، خليني مستخدم، يباركني. انا وحش، انا انكرت، انا وقعت، انا مش شايفه، انا مش قادر اسمعه، انا ماشي بمزاجي، يبقى اتوقع انه الهي هيعاملني نفس المعامله، او على الاقل يبقى كويس قوي زي بطرس كده لو غفر لي. لكن يسوع ما ظهرش لبطرس بس عشان يغفر له، لكن عشان يقول له ارعى غنمي. القصه ما خلصتش كده، لكن اعمال الرسل، وكان ربنا بيدي اعلان لكل واحد فينا، أعمال الرسل ثلاث أرباعه تقريباً مليان بالخدمة والاستخدام المجيد لبطرس. يسوع مش بس غفر له ورده ورد ليه المحبة الأولى، لكن استخدمه بمجد. هل تفتكروا بطرس في وسط المحنة اللي هو فيها وفي وسط الكسرة دي كان يتوقع إنه في يوم من الأيام الله يرجع يستخدمه مرة تانية؟ هل تفتكروا؟ أنا مش عارفة، لكن هو ده يسوع، هو ده إلهنا، هو ده اللي بيعمله معانا النهاردة. ليه أعرفه؟ بطرس اتعرف على يسوع من منطلق جديد خالص. عرف يسوع بعد القيامة، يسوع اللي بيغفر، يسوع اللي بيرد المسلوب سبعة أضعاف، يسوع اللي بيشفي كسرته، يسوع اللي بيرد له كرامته في وسط التلاميذ وفي وسط الناس، في وسط حتى الناس اللي أنكر قدامها وجدف. يسوع المقام من الأموات بيستخدمه وبيقول له ارعى غنمي، انت غالي عليا، انا ما بندمش على حاجة بديها لأولادي، ولا أغير ما خرج من شفتايا. هو ده إلهنا، وده اللي عايزين نشارك بيه النهاردة. احنا كان جوانا ان احنا ناخد وقت صلاة،
أنا مش عارفة كل حد فينا واقف فين، لكن أنا عارفة أنه كلنا بلا استثناء بتعدي علينا أوقات بنبص نلاقي إن إحنا صغيرين قوي. بالعكس ده أنا أقول لكم حاجة تانية، في وسط عز الخدمة وعز الحماسة وعز الاستخدام، لما نفتكر كده أنه خلاص إحنا بقينا روحيين ما حصلناش ونتكسر كسرة كده، نحس أنه أمين يا رب. إحنا بشر، إحنا في الموازين يقول الكتاب إيه؟ إلى فوق. لكن تيجي نعمة ربنا تردنا وتسترنا، عارفين ليه؟ عشان لما يجي في يوم ربنا يستخدمنا زي النهاردة كده نبقى عارفين يا رب ده مش إحنا. وأنت الذي أخذت لماذا تفتخر وكأنك لم تأخذ؟ ما ينفعش نفتخر لأنه هو اللي بيعمل فينا كل حاجة، هو اللي بيدينا كل حاجة، هو اللي بيسكب علينا النعمة، هو اللي بيقوينا، هو اللي بيشددنا، هو اللي بيمسحنا، هو اللي بيحركنا، هو اللي بيخلينا أواني مختلفة، هو اللي بيخلينا ملح ونور في وسط العالم اللي محتاج ليسوع. أيا كان المكان اللي احنا واقفين فيه، تيجوا مع بعض الوقت اللي جاي كله نصلي ونطلب انه الله يرد لنا المسلوب 7 أضعاف، يسوع المقام بقوة قيامته يزورنا زيارة جديدة على حياتنا، نعرف نتعرف عليه بشكل مختلف، نتعرف على أحشائه، نتعرف على محبته اللي ما بتتغيرش، نتعرف على غفرانه، نتعرف عليه الإله اللي بيرد المسلوب مش مرة والاتنين، 7 أضعاف، 7 أضعاف. مهما كان اللي اتسلب مننا، مهما كانت الحتة اللي انت واقف فيها، زي ما كان عماد بيشارك، لو بقلب باتضاع ببساطة باجي قدامه النهاردة، هو مستعد، هو بيتلكك عشان يرد لنا المسلوب، يرجعنا في أماكننا ويقومنا كنيسة منتصرة، كنيسة غلبة، كنيسة مستخدمة، كنيسة ممسوحة، عروس تفرح قلبه كل الوقت. مهما كانت خطايانا، دم يسوع اللي بنحتفل بقيامته بموته على الصليب بيغفر كل خطية، يستر كل عيوبنا، نتغطى في الدم ده، نطرد الشكاية من على حياتنا ونقوم ونتشدد. العالم محتاج لكل واحد فينا، العالم بره بقى صعب قوي، الضغوط والحاجات الشر والدنيا صعبة جدا بره. الله محتاج كل إناء ساكن فيه زي ما كنا بنقول في الترنيمة اللي فاتت يستخدم ويتمسح ويعلن عن يسوع، يكرز باسمه ويشهد عنه حتى من غير ما تتكلم، الناس تشوف حاجة مختلفة فتنبهر، وفي يوم من الأيام تكتشف انه البني آدم ده مختلف بس عشان يسوع في حياته. كم حد عايز الله يستخدمه الوقت الجاي؟ أمين. تيجوا نقف نصلي الكلمات الجاية في وسط الاختبار، مش بتسيبنا نحتار ولا يتزعزع إيماننا من وهم ومن أخطار، لكن عارفين بيعمل إيه؟ لكن بوعود أمينة وباليد المعينة ترفعنا وتبقى لينا الغلبة والانتصار. هللويا. تعالوا نقف مع بعض نصلي الكلمات دي. خلتنا
شخصك تسبيها يا رب بحبك ترزم قدام أخلاق ضغط ودجاج وفي الصبح ترنم. نعم يا ابونا سماي نشكرك لانه يا رب تتكلم يا رب بازمنه يا رب فيها يا رب فيض يا رب من البركه يا رب على حياتنا يا رب تتكلم بازمنه فيها يا رب استخدام ازمنه فيها رد يا رب للمسلوب لكل مسلوب يا رب في حياتنا. ابونا سماوي بنيجي النهارده احنا وكنيستك يا رب شعبك يا رب بنحط كل كسر يا رب بايدك بنحط كل هزيمة يا رب من جديد بنحط كل فشل من عدو الخير يا رب من ايدك القديمة بنحط يا رب كل تجارب كل وقت صعب كل ظلمة عدت علينا يا رب بنصلي من اجلك نتكلم بنور يا رب على حياتنا الايام اللي جاية اتكلم بنور يا رب على الكنيسة دي يا رب اتكلم بنور يا رب على اوانينا اتكلم بنور على بيوتنا اتكلم يا رب بالبركة اتكلم بالاستخدام اتكلم بزمن يا رب للتعويض اتكلم بأوقات خاصة يا رب بمحضرك اتكلم يا رب برؤى يا رب برؤى يا رب برؤى وخدمات يا رب تكون بتتفتح اتكلم يا رب بكلمات اعلان يا رب على حياتنا يا رب نتغير الى تلك الصورة عينها لانك اله حي في وسط كنيستك اله حي في وسط كنيستك اله بتظهر كنيستك اله القيامة تقيم شعبك تقيم كنيستك يا رب تخرجنا الى الرحم تخرجنا الى المجد إلى أزمنة بالبركة والاستخدام والنعمة لأنه عملك حقيقي في حياة كل حد فينا لأنك تنظر يا رب إلى أعماق قلوبنا لأنه نطلبك يا رب من كل قلوبنا فدا مجدك لأنه هو ده وعدك وهي دي أمانك يا سيد. لا يكون ظلام للعايش جواني سلام ويدي تفتح طريق لا يكون ظلام للعايش جوادي ويكون سلام صوت وينادي اسمي من جوا العشي سمعت صوت وينادي اسمي
حبي وخدمتي يلي فارقني، أنا كل ليك يلي بدمك اشتريتني، ولا يكفي حبي وخدمتي يلي فارقني. كابن وكبنت المسيح، انك تبطل كل ظلمة على حياتك، انك تبطل كل فشل على حياتك، انك تبطل كل امور بتعيق انه الرب يكون بيتمجد في حياتك زي ما هو عايز، زي ما هو مخطط، زي ما هو بريبلاند لحياة كل حد فينا. كتير بنستنى انه حاجة تحصل، استنى ان حد يصلي لنا، استنى انه السماء تتفتح، لكن الحل اللي احنا مبقاش عارفينه، وانا اختبرت كده في اوقات كتير، ربنا علمني انه انا اقف واخد السلطان اللي ليا في يسوع واقول له يا رب بسلطانك انا برجع اقف في مكاني تاني، بسلطانك اللي اديتهولي انا بتشدد تاني، بدمك انا بتغطى، انا مش هتكسر، انا مش هتفشل، انا مش هستنى حد يصلي لي، انا هقف واخد سلطاني منك لاني ابنك، لاني بنتك، لانه مصدقه في الخطه بتاعتك. انا مش مصدقه في نفسي ولا في قوتي لاني كتير بخور، لكن مصدقه فيك انك اله قوي كلي القدره تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك امر، كل شيء ولا يعصر عليك. قول الكلمات دي لابليس النهارده وانت قاعد في مكانك، اتحد من فضلك مع الحد اللي خلينا ناخد وقت دقيقتين نصلي كل اتنين مع بعض. البيوت اللي محتاجه الله يشرق عليها، الخدمات، الناس اللي بتخدم اللي محتاجه الخدمه تقوم من جديد، الناس اللي حاسه انه انا خدمتي ومكانتي واستخدامي مش عارف انا بعيش بعمل ايه ولا كنت بعمل ايه ولا هعمل ايه الايام اللي جايه، من فضلك صلي الكلمات دي وانت بتتحدى عدو الخير النهارده في اسم يسوع المسيح. قول كده انا بصدق انه الهي يستطيع كل شيء ولا يعصر عليه امر. قول الكلمات دي وانت عينك في عين عدو الخير اللي بيشتكي عليك دلوقتي، اللي بيقولك انت فاشل دلوقتي، اللي بيشاور على خطيتك دلوقتي، اللي بيشاور على سقوطك دلوقتي وبيفكرك بيه. قول له استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. الهي قوي، إلهي له سلطان، إلهي قومني، إلهي اغسلني، إلهي طهرني، إلهي جدد مسحتي، إلهي يفتقد بيتي، إلهي يمسحني زي ما عمل مع بطرس، إلهي يستخدمني، إلهي يشيل الخزي من حياتي، لأنه إله حي، لأنه إله قدير. خد سلطانك، خد سلطانك تاني من يسوع، ليك سلطان على حياتك، ليك سلطان تغيري الظروف، ليك سلطان خدمتك تبقى خدمة مثمرة، ليك سلطان تبطل الاستنزاف اللي على حياتك، ليك سلطان تتكلم بالبركة على بيتك، على شغلك، على وقتك، على أيامك، ليك سلطان تحتمي في يسوع، ليك سلطان تطلعي من الخطية،
ليك سلطان تربطي عمل عدو الخير، ليك سلطان تطرد المشتكي في اسم يسوع المسيح، في اسم يسوع المسيح، في اسم يسوع المسيح. جميلة وليست فيك عيب، هي دي العينين اللي يسوع بيبص بيها على كل حد فينا بدمه بيغطينا فيرانا بلا عيب مستورين في دمه. جمال يسوع علينا، على كل إناء، على كل ابن، على كل بنت، لأنه اشترانا بثمن غالي. الله ينظر إلينا من خلال دم ابنه يسوع فنكون بلا عيب أمامه، بلا عيب. دم الحمل مغطي كل واحد فينا بالكامل. شكرك أنك تعود ترحمنا، تدوس أثمنا وتطرح في أعماق البحر جميع خطايانا. أشكرك لأجل أنك النهاردة يا رب تخلق بدايات جديدة في هذا المكان. أشكرك لأجل نيرانك التي تضرم تاني في قلوب فترت وبردت، أنت جاي تشعل قلوب يا رب بمحبتك، أنت جاي يا رب تعلن أنه يا رب اليوم يا رب عروستك، يا رب عروستك تاني ترجع يا رب تحبك من كل القلب ومن كل الفكر ومن كل القدرة. أشكرك لأن عروسة متكرسة ليك، عروسة يا رب ملكك، عروسة تقولك أنت عريسي يا رب، أنت عريسي، لا ما عنديش حد غيرك، ما عنديش حبيب غيرك، انت وبس يا رب، انت وبس يا رب، انت وبس يا رب. تيجي تشعل القلوب من تاني يا رب، تيجي قوم الكنيسة من تاني يا رب، وقفها في مكانها تاني في اسم المسيح. هاليلويا. تعال نقف مع بعض نقول الكلمات دي. الكلمة دي انا بحبها جدا، بتقول كده ما تستغربش، حس كلام نبوي من الله انه ما نستغربش الله بيعمل ايه في الايام دي في وسط كنيسته، ما نستغربش الله بيستخدم مين، مش بس مين، شكل الاستخدام بتاع الله لاولاده. سامحونا في التعبير ده، الله بيتلكك فعلا، الله بيتلكك انه يستخدمنا. ما تستغربش لو سجون اتفتحت ودخلها نوره، بدل الاحزان بفيض ينبوع سروره، وعلى الصخره ثبت الرجل اللي كانت ايه ما بتقدرش. مش هنستغرب عشان هو ده الهنا. امين. تعالوا نصلي مع بعض، كان تعالوا نقف كلنا ونصلي الكلمات دي، نستقبل في اعماقنا، قولوا يا رب حتى لو ظروف بالعيان ما اتغيرتش، لكن يا رب مصدقين انه هنرجع بقلب مختلف، بقلب جديد، بايمان جديد، بثقه جديده، ومصدقين انه في وقته تسرع به، هتمد ايدك وتغير يا رب الظروف لأنك كل القدرة. ما تستغربش لو أحلامك في الصلاة بعد زمان اتحققت، ما تستغربش لو يا نبي عسائت الأراضي بعد ما اتشققت، ما تستغربش، ما تستغربش لو أحلامك في الصلاة بعد زمان اتحققت، ما تستغربش لو يا نبي عسائت الأراضي بعد ما اتشققت.
مكملش. دي محبته، دي محبته اللي هي مش بتتغير. احنا بنتغير صح؟ هو مش بيتغير، ملوش تغيير ولا ظل دوران. عشان كده ينفع نقول له قلبي مديون لحبك ليا، رديت حياتي بنعمه غنيه. تعالوا في الكلمات اللي جايه واحنا بنيجي عند الصليب نقول له يا رب نشكرك لاجل هذه المحبه، اشكرك يا رب انك بتفرح القلب، اشكرك يا رب انك بترفع، شكرك انه في اكتر الاوقات اللي فيها ظلام حالك انت بتعرف تدي الفرح. احنا شفنا ده في العراق الوقت اللي فات صح؟ احنا شفنا ده الناس اتهجرت من بيوتها وراحت عاشت في خيام ونامت على الارض وظروفها مش هي هي، ظروفها بقت اسوأ بكتير، لكن لسان حالهم بيقولوا يا رب احنا بنحبك واحنا بنشكرك. مجدا لاسم الرب، مجدا لاسم الرب. لما تشوف ده بعنيك، لما تختبره في حياتك وتشوف انه في اكتر وقت حياتك فيه بايظه الله يستخدمك، تقدر تقول له انه زي ما لوتشيكا بتقول انه فضل القوه لله لا منا، انه مش بنفتخر كاننا ما خدناش. يا رب منك وبيك وليك ايه كل الاشياء. امين. قلبي مديون. قربنا نخلص، لو قادر تقف معانا في الكام ترنيمه الاخيره اعمل كده. قلبي مديون لحبك ليا، ردت حياتي نعمة غنية. قلبي مديون، قلبي مديون لحبك ليا، ردت
نفسي في الكلمات اللي جاية كلمات نتنبأ بها على كنيستنا في اسم المسيح. قال يا رب اشرق علينا، اشرق علينا. حسخيال لما وقف قدام العظام ربنا ما قوملوش العظام من غير ما حسخيال قال له ايه؟ تكلم وتنبأ. واحنا عايزين نتنبأ على كنيستنا في المنطقة دي في اسم المسيح. كم واحد يصدق انه كنيسة أركيديا تبقى منارة لكل المنطقة اللي حواليها؟ كم واحد مصدق انه في نهضة تيجي تمتد من هذا المكان لكل الكنائس في اسم المسيح؟ امين. صلي الكلمات اللي جايب ايمان معايا، امر بالحياه بسلطان. احنا بنعلن هذه الكلمات. مر بالحياه القلب اللي مات حتى الذكريات نسينا شيل ارمي العظام من كوم الحيطان نخلق جسد Yeah.
شعبك وتقربوا أسيس هشام يتفضل. هاليلويا مجدا للرب. كم واحد فرحان بالرب النهاردة؟ رب رائع، رب عظيم. أنا عايز أشكر الفريق كله لوجوده معنا النهاردة، و يعني قلبي فرحان بيهم جدا. بس كمان قلبي فرحان قوي بوجود منى صمول معانا، منى استفانوس. وجود منى فوستينا النهارده، وجود منى فوستينا النهارده بيقول ان احنا فعلا لينا اله حي زي ما احنا بنرتل. بامانه الهنا عظيم. عشان كده الشعار اللي اختاروه النهارده لاعرفه شعار رائع جدا، لانه ياما ناس عرفت المسيح وعرفت عن المسيح، ياما ناس كتبت عن المسيح. في يوم من الايام عباس محمود العقاد كتب كتاب كبير قوي اسمه عبقريه المسيح، وناس كتيره تعرف المسيح، تعرف المسيح النبي، تعرف المسيح المعلم، تعرف المسيح المتالم. لكن كم واحد اختبر بحقيقي مين هو المسيح؟ انك تعرف عن المسيح حاجه، وانك تختبر وتعيش وان المسيح يكون ساكن في قلبك وساكن في حياتك، ده موضوع تاني. يا جماعة، ناس كتيرة بتيجي في وقت من الأوقات ولازم تحسب حسابها صح. في ناس حسبت حساباتها غلط، زي بولس في يوم من الأيام. بولس لما اضطهد الكنيسة، بولس لما اضطهد اسم المسيح، بولس لما كان فاكر انه بقتله للمسيحيين هو كده بيرضي الله، كان حسبها غلط لغاية ما تقابل مع المسيح في سفر الأعمال وابتدى يحسبها صح. في ناس كتيرة في أسبوع الألام بتقعد تعيط وبتقعد تحزن، وكأننا في كل يوم جمعة بيسموها جمعة الحزينة، في بعض الكنائس بيسموها جمعة الحزينة، وكأن احنا بنحيي الذكرى السنوية للمسيح، كأننا بنيجي كل سنة نتذكر الذكرى السنوية لموت المسيح، وبننسى ان الموت كان هو الطريق اللي عدى بينا القيامة. لكن عبر عن الكلمات دي سفر إشعياء 53 لما قال كلمات غريبة جدا، بيقول ونحن حسبناه، كنا حاسبينها كده. لما شفنا الصليب ولما شفنا ألام الصليب ولما شفنا الألام اللي بيجتاز فيها المسيح على الصليب، ونحن حسبناه مصابا ومضروبا من الناس، بس ما كناش نعرف. يا ريتنا عرفنا بدري إنه هو عمل كل ده عشان خطري وخطرك، انه كان مجروح من اجل معصية، مسحوق من اجل اثامي، تأديب سلامي عليه وبحبره انا شفيت. اوعى تكون حاسبها غلط،
اوعى تكون علاقتك مع الله هي علاقة الديني، علاقة الديني واذا ادتني همشي وراك واذا ما ادتنيش مش همشي وراك. اوعى تكون حاسبها غلط وفاكر ان المسيح مجرد نبي ومعلم عايش في فترة من الفترات. اوعى تكون حاسبها غلط زي تلميذي عمواس. عارفين تلميذي عمواس لما كانوا مع المسيح قالوا له ايه؟ ونحن كنا نظن، كنا حاسبنا كده، كنا نظن انه ده اللي هيخلص اسرائيل، بس حساباتنا طلعت غلط. انا عايز اقول لك النهارده احسبها صح. لينا اله امين، لينا اله عادل، لينا اله محب، لينا اله مات عشان انت ما تموتش، لينا اله جه علشان يديك انت حياه ابديه، اله جه عشان يديك نصره غير عاديه. جه النهارده هذا الاله ليعلن ان ابليس اسطورته انتهت من 2000 سنه. انا بقول لك النهارده بكل ايمان وبكل ثقه وبكل قوه، ابليس النهارده اتهزم من 2000 سنه، وابليس ملوش اي سلطان عليك، ابليس ملوش اي سلطان على صحتك، ابليس ملوش اي سلطان على جوزك، ابليس ملوش اي سلطان على مراتك، ابليس ملوش اي سلطان على اولادك ولا على شغلك ولا على كنيستك. المسيح بس هو اللي ليه كل السلطان، لان هو الذي ذبح واشترانا من 2000 سنة وحررنا من اي عبودية. النهاردة الرب عايز يكسر كل قيد حطه ابليس على حياتك، كل قيد حطه ابليس على بيتك، كل قيد حطه ابليس على اولادك. النهاردة القيد ده، الفخ ده انكسر، الفخ ده انكسر، مش لان احنا اقوياء، لكن الفخ ده انكسر لان يسوع، يسوع حي. ونحن حسبناه، بس تقدر تحسبها صح، انه ليس هو ها هنا، ليس هو ها هنا. القبر لم يستطع ان يمسك المسيح لانه قام بقوة القيامة. عشان كده بولس لما قال الآية دي قال لا اعرفه، بس عايز اعرف فيه حاجتين مهمين جدا: قوة قيامته وشركة آلامه. انا عايز اعرف ان شركة آلامه دي ما كانش بيتألمها لانه عمل خطية، لأنه بيقول عنه الكتاب أنه لم يعرف خطية ولم يكن في فمه غش، لكنه تحمل الألام دي عشاني وعشانك. وبيصعب عليه أنك تفضل عايش متألم، بيصعب عليه أنك تفضل عايش مكسور، بيصعب عليه أنك تفضل عايش في جروح، لأنه هو حمل كل ده على الصليب. نفسي أن احنا نغمض عينينا وصلي وانت قاعد في مكانك. قول يا رب أنا النهاردة عايز أعرفك كأني ما عرفتكش قبل كده، النهاردة عايز أعرفك بطريقة جديدة في حياتي، عايز أختبر سلطانك، عايز أختبرك يا رب وأنت بتقودني من مجد المجد. عايز يا رب أن كل غشاوة على عينيا زي ما كانت الغشاوة على عينين بولس واضطر أنه يروح لحناني عشان يصلي له عشان تقع الغشاوة. يا جماعة قد تكون الغشاوة دي خطية موجودة في حياتك، صلي النهاردة أنه ربنا يشيل الغشاوة دي. قد تكون الغشاوة دي تعاليم قديمة طلعت عليها، قالوا لك أنه نبي، علموك أنه هو معلم، علموك أنه هو بس واحد من ضمن الناس الكويسين. النهاردة ربنا عايز يشيل كل غشاوة عن عينيك. قول له يا رب افتح عن عينيا، اكشف عن عينيا يا رب عشان اشوفك، عشان اشوفك يا رب، عشان اعرفك، عشان اختبرك يا رب الاختبار الحقيقي. تعال يا رب املك على قلبي، املك على حياتي، املك على بيتي، املك على اولادي. تعال يا رب خد الملك الكامل يا رب، الزياده الكامله على كل حياتي. قول يا رب تعال انا محتاج لك، انا محتاج لك، محتاج لك يا رب تشفيني، تشفي جروحي، تشفي يا رب، تشفيني من داء الخطية، اشفيني يا رب، اشفيني يا رب، اشفي قلبي المكسور، اشفي يا رب كل ظنون موجودة جوايا، اهدم يا رب كل ظنون، كل ظنون كانت موجودة جوايا، كل مرة حسبتها غلط وافتكرت ان انا بفهلاوتي اقدر اعيش، خليني احسبها صح، ان حياتي مضمونة، مضمونة في يدك. يا رب جايين لك كلنا النهاردة وبنقول لك يا رب بشكرك لأن انت عرفتنا حتى من واحنا لسه في رحم الأم، كنت عارف كل واحد واحدة فينا، عرفتنا وحبتنا، عرفتنا وحبتنا زي ما احنا بخطايانا بعيوبنا بسقطاتنا، لكن جيت يا رب عشان تدينا حياة وتدينا حياة أبدية. يا رب طلبتنا ليك النهاردة ان احنا نعرفك، نعرفك يا رب معرفة اختبارية. تعال يا رب املك على بيوتنا وعلى حياتنا، تعال يا رب املك على كنايسنا، تعال يا رب املك اليوم علينا وحطم القيود، كل قيد يا رب حطه ابليس علينا.
كل قيد يا رب رماه إبليس، كل سهم من سهام إبليس اترمت على حد من ولادك يا رب. تعال النهاردة يا رب رد السهام دي يا رب، رد السهام دي يا رب. بشكرك من أجل حمايتك، بشكرك من أجل عنايتك، بشكرك يا رب من أجل قوة قيامتك. إذا كانت قوة الذي أقام يسوع من الأموات بتعمل فينا يا رب، ادينا أن احنا نعيش بقوة، ادينا يا رب أن احنا نعيش مرفوعين الراس، ادينا يا رب أن احنا نعيش النهاردة ونخبر العالم بكم صنعت بينا ورحمتنا. ادينا يا رب النهاردة نعرف أن احنا مميزين جدا يا رب، لأن احنا أولاد الملك وإلهنا إلهنا حي. وليك يا رب كل إكرام وسجود وحمد. آمين آمين. قبل ما نسمع الترنيمتين الأخرتين خلونا نعبد الله بجمع عطيانا. وعايز أقول لكم بس إعلان واحد لقناة الكرمة. قناة الكرمة عاملين البانكوت بتاعهم، الفند ريزنج بتاعهم يوم الحد 19 إبريل. الحد 19 إبريل البانكوت بتاع قناة الكرمة، والمتكلم في البنك ده هيكون الأسيس نزار شاهين، وهيقود التسبيح الأسيس زياد شحاتة. وفي بعض العاملين في الكرمة، الإخواتنا اللي بيشتغلوا في الكرمة موجودين برا. كل اللي تقدر تعمله انك تدي اسمك لو هتقدر تحضر البنك. خلونا كلنا نكون بنشجعهم، وان احنا بنعدد الخدمة دي ونفرح معاهم بعمل الرب. لو بكره ما عندكش كنيسه تروحها، احنا الساعه 2 بكره الكنيسه، بكره تبتدي الساعه 2 هيبقى الاحتفال بعيد القيامه عندنا هنا في الكنيسه. وانا بشجعكم انكم تيجوا تحتفلوا معانا بعيد القيامه، وهيكون السفاره المصريه موجوده وهيكون كل الكوميونتي موجوده. لكن اهم من حاجه ان احنا جايين نحتفل بالمسيح المقام. انا لو طلبت ترنيمه تشفيني يبقى خرجت بره الخط. ده هو ده الخط، هو ده الخط يعني، عشان كل واحد حسبها خط. لو حد عايز يكتب شيك في العطاء اكتبوا شيكات يا جماعة، بشجعكم اكتبوا شيكات. انا لسه نايم من الطيارة، انا جاي من الطيارة على هنا، فلازم تبقوا عارفين يعني. ممكن اللي عايز يكتب شيك يكتبوا اسم Arabic Evangelical Church or AEC AEC ويحطها في طبق العطاء. طيب لو في قلبك خطية، ده الوقت انك تسيبها، ده الوقت ان يسوع يحررك من كل خطية، من كل ضعف، من كل شهوة رضية بعدتك عن الله. فأنا نفسي أن احنا نقف في الترنيمتين اللي جايين ونقول له يا رب اشفيني من كل ضعف فيا، اشفيني يا رب من الشهوة من الخطية، محتاج لك. قول يا رب أنا محتاج لك، محتاج لك أنت وحدك، محتاج لك يا فدية. تعال يا رب غير قلبي، غير حياتي، غير تفكيري، غير نظرتي لبكرة، غيرني يا رب. لمسة شفاء، لمسة حياة، تلمسني بإيدك، ده انت الإله. أنا عندي إيمان تشفيني الآن، لو هلمس ثوبك ما انت الحنان. شفاء، لمسة حياة، تلمسني بإيدك، ده انت الإله. أنا عندي إيمان تشفيني الآن، لو هلمس ثوبك ما انت الحنان.
الدم المصلوب بمسك في ايديك وبصدق فيك يسوع عيش فيني انا راجع عليك جاي لك بذنوب ندمان وبتوب طالب غفرانك بدم المصلوب بمسك في ايديك وبصدق فيك يسوع عيش فيك والعظمة حوالين كرسيك. مين عارفها كويس؟ في ثلاثة عارفينها. ترنيمة جميلة ندي ربنا بيها المجد في آخر وقت بتاعنا. فيها بيت بيقول كده العدو قد تم خرابه وبيته مهدوم. النهاردة عايزين نعلم في وجه عدو الخير هذه الكلمات في اسم المسيح. أمين. لما انفتحت جوه في قلبي عيون النور العدو تم خرابه
الجالس فوق عرش جعل له حدود. العدو قد تم خرابه وبيته مهدود. والرب الجالس فوق عرش جعل له حدود. وعديم القوة بقادر بصليب يسوع يعمل أعمال سيده. بروحة الكل بيهتف الحمل الراعي على كفي. هعبد غيرك. إلهنا إله غيور، ما ينفعش تعبده وتعبد معاه إله تانية. عشان كده لو عايز النهارده تجدد عهدك معاه، حتى لو بقالك سنين مع المسيح، ارفع إيدك دلوقتي، قول له يا رب أنا عايش في غيرك، لا هتسيبني وأنا النهارده مش هسيبك. النهارده بنتعهد يا رب إنه ملناش غيرك، أنت إلهنا يا رب وأنت أبونا، يا رب وهنفضل عايشين في سترك. يا رب الأيام اللي جاية، يا رب لو سمحت الوقت اللي فات يا رب عنينا اتشدت يمكن من عليك، لكن الأيام اللي جاية هنثبت عينينا عليك ومش هتنزل في اسم المسيح. عايش في خيرك ولا أعبد غيرك، حاضر في حياتي وأيامي ومليني عبيرك. عايش في خيرك ولا أعبد ومليني عبيد.
ساكن في قلبي. سيبني لا تسيبني وانا هسيب وده عهدي ابدي. شوكة الموت كسر لما قام وانتصر. مرة تانية بشكر الفريق وبشكر كل واحد واحدة فيكم موجودين النهاردة
بصلي ان احنا نعيش قوة القيامة. خلونا نقف مع بعض ونختم بالصلاة الربانية. وزي ما تعودنا في الكنيسة دي خلونا نمسك ايد بعض. احنا يمكن من كنائس مختلفة ومن طوائف مختلفة، لكن كلنا هنقول له دلوقتي ابانا، فاحنا اخوات. فلما بنمسك ايد بعض في الصلاة الربانية احنا بنعلن اتحادنا قدام ربنا. يا رب بنشكرك لان احنا اولادك وشعبك وغنم مرعاك. بشكرك يا رب لانه انت يا رب مصدر حياتنا، وانت مصدر افراحنا، وانت يا رب فيك شبعنا، وفيك الامين، وفيك النعم، فيك يا رب حياتنا، وفيك مستقبلنا. يا رب ازاي نخاف واحنا معانا الراعي العظيم؟ يا رب زي ما سمعنا وكل الترنيم يا رب كانت بتشهد انك اله صالح، انك اله رب احببتنا الى المنتهى. عشان كده يا رب هنفضل نهتف ونغني لك يا رب، ونغني انه الهنا حي ومسيحنا حي. يا رب واحنا ماسكين ايدينا قدامك يا رب، قبلنا كجسد واحد واحنا بندعوك بشكر قائلين: ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد. وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. وكل شعب الرب يقول آمين. آمين. كل سنة وانتم طيبين.